اهلا وسهلا بكم في مطبخ خموله للكيتو واللو كارب والاكل الصحي. اليوم نشوفوا كيف نصنعوا المكرونه من غير جلوتين. يلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نشوفوا طريقه تحضير المكرونه من غير الجلوتين ومن غير الورود. يلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي على طول نقول المقادير ونحط في الخلاط. عندي 2 ملاعق سيليوم هاسك او بذور القطونة، 2 ملاعق اكل، 2 ملاعق اكل بذور القطونة، وعندي ملح وكركم او بزار بنديرها لونها اصفر شوية، وعندي ملعقة صغيرة زنتنجم نحطهم. وعندي كوب ماء، بس نحط نص الكوب، نحط نصها. وعندي ملعقتين بدور الكتان المطحون، ملعقتين اكل بدور الكتان نحطهم. ونحب ديما نخلطهم قبل ما نحط باقي المقادير، نخلطها كويسة بدور القطونة. خلوها تندمج، نبيها تندمج مع بعض. حطيت المية كلها، كوب حطيتها، كوب مية دافع. بعدين خلطها، خلط خلطت، هذا هو قوام اللي نبيها. تخلطت، شو بنحط؟ عندي بيضتين، بيضتين نحطوهم نضربها. طيب شو بنحط؟ عندي دقيق الترمس، بنحط دقيق الترمس ونعجن. نبي قوامها، قوام المكرونيا نبيها قوام يابس. فشو بندير؟ نحط ونعجن ونشوف. حتى باش تساعدني باش نقدر نحطها في الماكينة ونفتح المكرونة، لو انه يقعد قوامها رطب تقعد تلصق ومش حتنجح المكرونة. تنجن لكن مازال قوامها رقيق، قوام مازال رقيق. ترمس تقديروا نص المقدار، يعني حطيت بيضتين تحطوا بيضة، حطيت 2 ملاعق بدور الكتان تحطوا ملعقة، 2 ملاعق سيليوم هاسك تحطوا ملعقة، يعني تقدروا تنقصوا المقدار وتزيدوا ولا تزيدوا المقدار. زالت رطبة زيادة، هيك الترمس شفتوني نقعد نزيد في الترمس، 2 تنعجن وتعطيني وتتماسك مع بعضها. نقدر يعني شوف تتمسك مسكت. هذا هو قوامها، نقدر نمسكها في يدي، خليها ترتاح
ونشوف كيف نصنع المكرونة. هذه عجينة المكرونة اللي من غير جلوتين ومن غير رورود. هذا اللون الخدات اللون السبب اللي حطينا كركم ولون الترمس. في ناس قالوا لي ما عندناش الماشين يعني نقدر فتح الماكينة اللي نصنع بها المكرونة عادي نقدر نفتحها بيدي ونصنعه ونشوف كيف نصنعه المكرونة. هي تاخذ وقت بس هي الماسين الماكينة صنع المكرونة تساعد. عندي دقيق جوز الهند وهذه المكرونة عجينة المكرونة. غير ما تبوها غليظة رقيقة زي ما تحبوها. هذه نقدر نمسكها بيدي ما فيش مشكلة بس ديما نرش الدقيق جوز الهند. ترى نقدر نقصها بيدي نقصها من غير نشوف نجرب هل نقدر نقصها من غير ما نصنع نستعمل ماكينة. نشوفوها حتى نقرب الكاميرا. نقص تبو سباجيتي تبو المكرونة الإيطالية نجرب هل تنجح. ما فعلا تنجح فتحت لي غير ما ندير اي مجهود بس انا نستخدم في الماكينه باش توفر لي الوقت. هذه المكرونه نكملها معكم. بعد ما نصنع المكرونه ديما نبوخها على الميه ونحتفظ بها وامتى نحتاج ندير الصوص ونطيبها في الصوص. هذه احسن طريقه. هذا النوع الاول نشوفه نوع قص المكرونة النوع الاول وقلت لكم باش نحتفظ فيها نحطها على البخار لمدة 5 دقائق ونشوفه كيف نحضره النوعية الثانية يمكن نديرها بطعم الفلفل يمكن بالريحان او الحبق. نشوفه كيف نجهز النوعيات الثانية من المكرونة نحطه هذه في على البخار. اذا حابين اللي بنديرها بالنكهات عندي الفلفل المجروش انا بنديرها بنكهة الفلفل. يعني اذا حابين تحطوا اي نكهة تحبوها تساعد انك ان واحد يحس ياكل في مكرونية تحول لي الروايح. هذه درتها بالمجروش الفلفل. هذه نديرها بالريحان حبق بازل. عندي جاف بازل جاف حبق يعني ونعجنها. ديروها بالثوم ديروها بالبصل البودر حلوة يعني. هذه كلها حاجات حلوة وتغيير. هذه عجناها يمكن نديرها لازانيا نقصها زي لازانيا نقصها زي سباجيتي يعني زي ما تحبوا انتوا نوعوا. يعني اعطيتكم الاساس وانتوا تشكلوا فيها. يلا نشوفوا كيف نشكلوا. هذه بنكهة الفلفل نحلوها سهل حلها. Thank you.
شكلها عطتني الوان حلوة. طبعا حطيت الدقيق جوز الهند نفتح فيها. نديرها لازانيا لكن لازم نديرها دقيقة نرققها. وقلت الماكينة بتاع المكرونة تساعد انها تفتح، بس اليوم انا نديرها بيدي. نديرها لازانيا، نقص تبوا يعني منظر كويس. نقص هيك هذه هيك. طبعا اليوم نقدرش نطيبها بالصوص لانه بيش الفيديو بعده طويل، وبس نوريكم كيف نصنع المكرونة. هذه شرايح اللازانيا، هذه نقدر نقصها بالنص بس نوريكم. هذه الشريحة الثانية، ناخذ نعجنهم ثاني ونكونهم هذا النوع الثاني من المكرونية. هذا النوع الثالث اللي درناه بالحبق او بالريحان او البازل. شوف كيف نحطوها. هي بنفس الطريقة، يمكن ما مش لازم نستخدم البلاستيك. تنفتح كل ما ترتاح العجينة كل ما نقدر نفتحوها. نقصها زي المكرونه الايطاليه المغليضه شويه اللي بنجهزوها بصوص المشروم. ليش لا، جربوها. افتحها الفتح، حطها شوية على البخار زي ما حطيت الأولى. هذه طلعتها من البخار، لكن اللازانيا ما حطيتهاش في البخار لأن بنحطها في الفرن. أمتى نطيب اللازانيا بنحطها في الفرن، ما تحتاج نحطها في البخار. فهذه حطوها على البخار وشوفوا كيف شكل المكرونة. ثالث من المكرونة حطيتها على البخار، هي هذه 5 دقائق. وتوا بنحطها مع النوع الثانية اللي درناها. درنا اللازانيا، درنا سباجيتي بنكهة الفلفل، وتوا هذه المكرونة الإيطالية بنكهة الحبق أو البازل من غير جلوتين ومن غير أروروت. صنعنا 3 أنواع، لازانيا والسباجيتي والمكرونة الإيطالية، وهذا طبقنا اليوم. إن شاء الله يعجبكم.